القدم من نادي فيتشينزا. لاعب الشاب اللي بيلعب في وسط الملعب وكان بيلعب في نادي جنوا. وادي امامنا كره حلوه قوي من جاتوزو الى اللاعب برينس، وبرينس على طول الى هامان انزاجي. انزاجي امامنا، انزاجي مصر انه يسجل النهارده. اصرار من اللاعب الكبير، كلما تقدم السن بهذا اللاعب كلما زاد عطاء هذا اللاعب امامنا. هو يسجل الهدف رقم 154 ليه في سيريا آ امامنا. وزلاتان ابراهيموفيتش امامنا، هو سعيد بسحر من؟ سحر اللاعب انزاجي اللي بينهي اللقاء في الدقيقه 90 بهدف رابع. ومس بليانو اليجري وبجواره يجلد تاسوتي، ولكن الكادر والصوره على مس بليانو اليجري. وادي امامنا هنا الكوره واللمسه. شوف جاتوزو، شوف جاتوزو امامنا هنا بقى. بقول لحضراتكم نادي الميلان النهارده يطمن حتى على اللاعبين البدلاء. ادي امامنا برينس، ادي امامنا انزاجي. فيها شك الكره اللي امامنا دي، ولكن امامنا على طول انزاجي بقى في هذه اللقطه. اضاع ثلاث فرص، انتظر الكره اللي بتاتي اليه وتعدي الكره من بين قدمي انطونيو روزيتي حارس المرمى. لكن شوف جاتوزو قله خبره سنين النهارده الحقيقه، المدافع اللي امامنا هو. وادي كره جايه من المدافع في هذه اللقطه الى اللاعب انزاجي. اذا التمريره كانت للمدافع، وانزاجي كان في الانتظار من لاعب هداف، لاعب كبير يملك الحضور. وسعيد طبعا دفع بك بديل لماركو بوريلو، شارك في وقت كان يحتاج في ان يعطي